خوتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. تتضارب الأنباء من جديد حول وفاة ملك المغرب محمد السادس بعد تدهور حالته الصحية وإعلان الديوان الملكي عن مرضه الشديد اليوم، ما اعتبره الجميع تغطية عن وفاته في ظل حالة طوارئ وتحركات غير مسبوقة في بعض المدن المغربية. الديوان الملكي المغربي الذي أعلن اليوم إصابة محمد السادس بوباء كورونا، وهو الأمر الذي اعتبره عديد النشطاء تغطية عن وفاة الملك محمد السادس، وأن الديوان الملكي يحضر لشيء أكبر، وأن الترتيبات لخلافته لم تكتمل، أو هناك خلاف على ولاية العهد، أو يمكن أن تكون صحة الملك تبشر بوفاته وهم يوجهون الشعب لجهة ما.